معانا ام محمد من اسكندرية. ام محمد، الو، سيدة ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا، ايه الاخبار؟ ايه اخبار في اسكندرية؟ الجو ايه اخباره دلوقتي؟ الحمد لله كويس طب اتفضلي. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. حضرتك طيب، اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. بس يا دكتور معلش، انا والدي مش بيعمل مامتي كويس، تمام، وعلى طول في خصام دايما يعني، وكمان معايا اخت، احنا 4 بنات، معايا اخت من اخواتي بابا مش بيعملها حلو وبيستخسر فيها كل حاجه، وماما يعني اختك دي بتديها اللي واخده حاجات صف، من ورا بابا وكده، اختك دي ده واخده صف حرام ولا ماما، حلال؟ اختك دي واخده صف ماما صح؟ نعم، اختك اللي بابا بيعملها وحش ده هي واخده صف ماما صح؟ هي مش اخدها دايما، هي بس بتشوف اللي هي معامله بابا اللي هو مش كويسه معاها، عشان خاطر حتى لما بتيجي عندنا وكده اما بتسلم عليه بيسلم عليها بطريقه وحشه، ومش مش بيحب عيالها زياده عن اللزوم وكده. طيب السؤال فين؟ السؤال فين حضرتك؟ نعم، السؤال فين يا ام محمد؟ يعني انا عايزه اعرف، ماما دلوقتي بتديها حاجات من ورا بابا كده، هي ماما بتعمل حاجه غلط؟ هو بابا بيديها المصروف وهي تتصرف فيه زي ما هي عايزه؟ لا مش مصروف، امال بيديها ايه؟ امال هي يعني مثلا بتديها خزين، مثلا خزين من الخزين يعني بابا، كده. بابا بيجيب الخزين دوت للبيت اه وهو شايف ان البيت يكفيه ده صح كده؟ ايوه، احنا عندنا الحمد لله يعني اللي هو زياده، فاهمني؟ فماما بتديها انا من عارف، كده. انا عارف، يعني بابا اللي بيجيبه ولا ماما اللي بتجيبه بالفلوس اللي بيديها لها بابا المصروف البيت؟ لا، بابا اللي بيجيبه لو التموين عادي يعني. كويس جدا، فبابا جايب الامر ده عشان يكفيكم وطالق مطرق التصرف لماما صح؟ ما اه بيجيش يحاسبها بيقول لها انت عملتي ايه ولا وديتي ايه ولا اي حاجه، سايب الكلام ده لماما هي اللي تتصرف فيه صح كده؟ لا، مش بيقول لها حاجة، مش بيسألها. خلاص، يبقى ما يعني ليس عليها اثم باي شكل من الاشكال ان هي بتدي لبنتها، لان هو الكلام ده هو مفوضها فيه، فاذا هو فوضها فيه فهي تتصرف بما يصلح حال الاسره، والاسره دي فيها كمان الجزء الممتد، فده جائز وما فيهوش حاجه.